وافق مجلس الجامعة السعودية الإلكترونية على تغيير مسمى قاعة الاجتماعات التقنية في المركز الرئيسي إلى اسم قاعة معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي سابقاً. وتمتلك القاعة العديد من الشاشات الصغيرة والكبيرة والتي تتميز بالتقنيات الحديثة في عرض المشاريع والشروحات عبر منصات متعددة، وتقدم القاعة ميزة الربط بالمكالمات المرئية والصوتية.